اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. النهارده ان شاء الله هناخد مع بعضنا ليسون 3 في يونت 4 اللي بعنوان Equality of the Areas of Two Triangles. الدرس بتاع النهارده انا بعتبره درس سهل للي فهم ليسون 1 وليسون 2 كويس، افكار حل المسائل كلها زي افكار الدرس الاول. يلا مع بعضنا نبدا الدرس ونشوف ثيوريم 2. احنا كنا عارفين قبل كده ان الاريا بتاعت الترينجل بتيكوالز هاف البيز تايمز الايه الكورسبوندينج هايت، وبالتالي لو عندي تو ترينجلز امتى اقول ان هما ليهم نفس الارياز؟ لما يكون هما الاثنين ليهم نفس البيز لينث وليهم نفس الكورسبوندينج هايت لينث. الكلام ده هنشوفه في الدرس بتاعنا في حاجتين. اول ثيوريم عندي هيكون عندي تو ترينجلز الاثنين ليهم نفس البيز والكورسبوندنج هايتس متساوية، والحالة الثانية اللي هنشوفها بعد كده ان التو ترينجلز ار سيبريت الاثنين منفصلين ولكن البيز لينسز هنا وهنا متساوية. ثيوريم 2 بتقول لي ايه؟ بتقول لي التو ترينجلز ويتش هاف ذا سيم بيز اهم اللي هو اي بي سي ودي بي سي، هما الاثنين ليهم نفس البيز سي بي، وايه كمان؟ And the vertices opposite to this base on a straight line parallel to the base. The vertices المقابلة للبيز ديت وللبيز ديت طبعا نفس البيز لأنها common. مالهم ال vertices دول؟ موجودين على straight line parallel للي موجودة عليه البيز. في الحالة دي نقول إيه؟ إن ال two triangles دول مالهم؟ Have the same area. البروف بتاع الثيوريم سهل جدا. بنقول كده ان الاريا بتاعت الترينجل اي بي سي هت ايكوالز ايه؟ هاف البيز اللي هو بي سي تايمز الهايت. فين الهايت بتاع الترينجل ده؟ الترينجل ده اوبتيوز انجل، وبالتالي الالتيتيود او الهايت بتاعه هيبقى براه، هينزل من الفيرتكس دي لحد فين؟ لحد هنا. يبقى ده الهايت اللي اسمه اي اي. والترينجل الثاني اللي هو دي بي سي الاريا بتاعته هت ايكوالز ايه؟ هاف البيز اللي هي برضه بي سي تايمز الهايت بتاعه اللي هو مين؟ اللي هو دي اف. الهايت بتاعه لازم ينزل من الفيرتكس بتاعته. يبقى هنكتب الاريا بتاعه ده ونقول 1 ونكتب الاريا بتاعه ده ونقول 2. ازاي الاي اي بتيكوالز دي اف؟ لان دول بيربنديكولار لاين سيجمنتس بتكونكت بتوين تو بارلل ستريت لاين. اي بيربنديكولار ديستانس بتوين تو بارلل ستريت لاينز لازم تكون متساويه. يبقى انا عندي هنا هاف بي سي تايمز اي اي وهاف بي سي تايمز دي اف، المختلف اي اي ودي اف، وهما الاثنين عندي متساويين. يبقى فروم 1 و 2 يبقى الاريا بتاعت الترينجل ده بتيكوالز الاريا بتاعت الترينجل ده. يلا مع بعضنا نشوف اكزامبل 1. بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر اي بي سي از ا ترينجل، الاي بي سي ترينجل اللي موجود جواه الدي بت بلونجز للاي بي والاي بت بلونجز للاي سي، وبيقول لي الدي اي ده بارلل لبي سي اللي مطلوب. عايز يثبت ان الاريا بتاعت الترينجل اي بي اي بتيكوالز الاريا بتاعت الترينجل اي سي دي. زي ما قلت لكم قبل كده ان افكار اليونت دي كلها ان انا باد اريا او بسبتراكت اريا. احنا هنا هندور على تو ترينجلز موجودين ما بين تو بارلل ستريت لاينز. عندي واحد انا شايفه اهو، في واحد اهو، ده كده عندي تريانجل، والتريانجل التاني اهو، الاثنين ليهم نفس البيز اللي هي اي دي، والفيرتيسيز بتاعتهم موجوده على ستريت لاين بارلل للايه؟ للستريت لاين اللي موجوده عليه البيز. في الحاله دي نقدر نقول ان الاريا بتاعت التريانجل ده هت ايكوالز الاريا بتاعت الترينجل ده. طب انا عايز اثبت حاجه ثانيه خالص، عايز اثبت ان الاريا بتاعت ده قد الاريا بتاعت اي سي دي. لو ركزنا شويه هنلاحظ ان احنا لو ضفنا الاريا دي كده على الترينجل ده والترينجل ده تديني اللي احنا عايزينه. نكتب البروف ده ازاي بصوره سليمه؟ نكتب كده، نحدد التو ترينجلز اللي احنا هنشتغل عليهم ان في التو ترينجلز اللي هم اي دي بي ودي اي سي. مالهم هما الاثنين دول؟ نقول كده سينس ان الاي دي از ا كومون بيز
ايه كمان؟ and their vertices lie on a straight line BC parallel لمين؟ للستريت لاين ED او اللاين سيجمنت ED. في الحالة دي نقدر نقول then the area of triangle EDB هت equals the area of triangle DEC ونقول ده كده ايه؟ ونقول ده كده 1. هنضيف الاريا بقى بتاعت الترينجل اي دي اي على الترينجل ده والترينجل ده. نكتب كده adding الاريا of ترينجل اللي اسمه اي دي اي اي دي اي to equation 1. لما اضيفه للإكويجن يبقى هضيفه على البوث سايدز بتاعت الإكويجن. يبقى then الاريا of الترينجل E D B plus the area of triangle اللي هو A D E كان ده هي equals the area of triangle D E C plus the area of triangle اللي هو A D E. والاثنين دول عبارة عن الترينجل ده والاثنين دول عبارة عن الترينجل ده. يبقى على طول then the area of triangle ABE هت equals the area of triangle ACD. زي ما انتم شايفين افكار المسائل سهلة بس كتابة البروف لازم نتعود نكتبه ازاي. الخطوات واضحة، نحدد التو triangles، نحدد الشرط ان انا عندي كومن بيز، واكد ان الفيرتسيز موجودين على ستريت لاين بارل للايه للكومن بيز، وبعد كده اتكلم على الايكوال ارياز. اللي شايف انه بيستفيد من القناه وحابب انه يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناه عن طريق فودافون كاش على الرقم اللي قدامكم على الشاشه. يلا مع بعضنا نشوف مسألة التراي، وأنا بعتبر المسألة دي مهمة جدا جدا لأن فكرتها متكررة كتير جدا في الإكسرسايزز. بيقول لي هنا in the opposite figure ABCD is a quadrilateral. أدي ABCD quadrilateral. ماله؟ بيقول لي its diagonals intersect at M. الدياجونالز بتوعه حصلهم intersection في البوينت اللي اسمها M. إيه كمان؟ بيقول لي AD parallel FE parallel BC. جميل، المطلوب؟ بيقول لي بروف ان الاريا بتاعت الترينجل اي بي اي بتيكوالز الاريا بتاعت الترينجل دي اف سي. زي ما انتم شايفين التو ترينجلز بعاد عن بعض خالص، واحنا عارفين ان فكره المسائل دي في الحل بتاعها باد ارياز او بسبتراكت ارياز. طب اجي ابص بعيني كده ايه الاريا اللي ممكن اضيفها على الشكلين؟ الاحظ ان انا عندي الاي اي اف دي، دي حاجه مشتركه، لكن لو جيت ضفتها على الجزء ده الشكل هيطلع غريب. A B E F دي شكل غريب جدا، مش هي، يبقى مش هي دي الاريا اللي هنضيفها. طب اضيف ايه؟ لما اجي ابص كده الاقي ان ال A D B الترينجل ده جزء فيه، وال A D C الترينجل ده جزء فيه، والتو ترينجلز دول ليهم نفس البيز، يبقى ال A B D الاريا بتاعته بتساوي الترينجل اي دي سي. صح ولا لا؟ هما الاثنين ليهم نفس البيز والفيرتيسيز بتاعتهم على الستريت لاين بي سي. طب ايه الاريا المشتركه ما بين الاثنين دول اللي هشيلها يديني ده ويديني ده؟ ما عنديش غير الاريا دي، هي دي المشتركه بس ما بين الاثنين. الله، يطلع عندي الجزء ده والجزء ده، اشيله ازاي؟ هل انا عارف ان ده وده الاثنين ليهم نفس الاريا؟ لا، يبقى نفكر في حاجه تانية. احنا ملاحظين هنا ان هو مديني 3 parallel lines. طب ما تيجي نشوف مع بعضينا ال AD وال FE دول ممكن اطلع منهم بايه. ممكن نطلع منهم بحاجه جميله قوي. شايفين الترينجل ده؟ كل ده بالجرين، والترينجل التاني اللي هو ده
مالهم التو تريانجلز دول؟ الاثنين ليهم نفس الايه، ليهم نفس البيز والايه والفيرتيز بتاعتهم على ستريت لاين بارلل لمين؟ للبيز. يبقى الاريا دي قد الاريا دي. واحنا من شويه قلنا ان الاريا بتاعت الكبير ده ايكوالز الاريا بتاعت الكبير ده. يبقى احنا لما هنعمل سبتراكشن مش هنعمل سبتراكشن لاريا مشتركه، لا ده احنا هنعمل سبتراكشن للاريا بتاعت التريانجل ده من التريانجل ده، والاريا بتاعت التريانجل ده من التريانجل ده، هيديني ان ده ايكوالز ده. لما هنكتب البروف هتبان اكتر. نبدا المساله كده، ان في التو تريانجلز اللي هم اي اي دي، اي اي دي، وايه كمان اي اف دي، اي اف دي، مالهم؟ سينس ان الاي دي از ا كومون بيز، ايه كمان؟ زير فيرتسيز لاي اون ا ستريت لاين مين هو الستريت لاين ده؟ اف اي اللي هو بارلل لمين؟ للاي دي. طالما عندي الشرطين دول في الحاله دي نقدر نقول زين الاريا بتاعت التريانجل ده اللي هو اي اي دي مالها بتيكوالز الاريا بتاعت التريانجل ده اللي هو اي اف دي، ونسمي دي كده 1. طيب ايه كمان؟ اشتغل بقى على التريانجل اي بي دي و A C D، اشتغل عليهم ازاي؟ اقول اسمهم الاول، اقول كده ان في التو تريانجلز اللي هم A B D و A C D مالهم؟ بنكرر نفس الكلام، الثلاث سطور دول بيتكرروا في الاثبات على طول سواء في الدرس ده او في الدرس الاول. هنقول كده ال A D is a common base since ان ال A D is a common base. ايه كمان؟ zero vertices lie on a straight line المرة دي BC ماله؟ ده parallel لل AD. طالما عندي الشرطين دول اقدر اقول زين ان الاريا للتريانجل ده اي بي دي هت ايكوالز الاريا للتريانجل ده اللي هو اي سي دي، ونخلي دي كده 2. بعد ما جبت المعادلتين دول نقدر نعمل سبتراكشن للايكويشن 1 من 2، ينتج عندي ان الاريا دي ايكوالز الاريا دي. نقول كده سبتراكت ايكويشن 1 فروم 2، subtract subtracting equation 1 from equation 2. يبقى then the area of the triangle ABD minus the area of the triangle AED the area of triangle AED الكلام ده هي ايكوالز، حط هنا تريانجل، حط هنا تريانجل، حط هنا تريانجل، وهنا تريانجل. الاريا بتاعت التريانجل اي سي دي الكلام ده ماينس الاريا بتاعت التريانجل اي اف دي. زي ما انتم شايفين اي بي دي، اي بي دي ماينس اي اي دي يديني اي بي اي. يبقى نكتب على طول then the area of triangle ABE هت equals the area of triangle DFC proved. بعد كده خلصنا المسألة. الحل بتاع المسألة دي أنا عايزكم تفهموه كويس، لأن زي ما قلت لكم مسائل كتير جدا في الاكسرسايزز حلها بيبقى نفس الفكرة دي. Two areas نطرح منهم other two areas يديني الحل على طول.
يلا مع بعضينا نشوف كورولاري 1. انا السيري في الاول كانت بتقول لي ايه؟ بتقول لي لو عندك تو تريانجلز الاثنين ليهم كومون بيز. كلمه كومون بيز يعني البيز دي ايكوالز البيز دي، يعني كانت المسائل بيجي لي التو تريانجلز مشتركين في البيز. لا، الكورولاري دي بتقول لي ايه؟ لو انا عندي تو سيبريت تريانجلز الاثنين منفصلين وهم ما بين تو بارل ستريت لاينز والبيز بتاعت التريانجل ده ايكوالز البيز بتاعت التريانجل ده، يبقى الاثنين ايكوال في الاريا. Triangles of bases equal in length and lying between two parallel straight lines مالهم are equal in area. تقريبا نفس الكلام بتاع السيري. طيب يلا نشوف example 2. يقول لي in the opposite figure ABCD parallelogram ABCD parallelogram ومديني الاريا بتاعته، يعني الاريا بتاعت كل ده 32 سكوير سنتيمتر. طيب وبيقول لي ان الاي ديت ميد بوينت، دي كده ميد بوينت لمين؟ للبي سي، يعني الجزء ده قد الجزء ده. عايز الاريا بتاعت التريانجل اي بي اي، عايزين اريا ده. طيب نحلها ازاي؟ لو جينا فكرنا فيها كده، البارلل لاينز اللي عندي الاي دي مع البي سي، يعني التريانجل ده كده الاريا بتاعته قد التريانجل ده كده. ليه؟ عشان هما الاثنين البيزز بتاعتهم ايكوال ان لينس، البيز ديت قد البيز ديت، والفيرتيسيز موجودة على ستريت لاين اهو بارلل للستريت لاين اللي عليه البيزز. تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا ان الاريا دي ايكوالز الاريا دي. طيب والاريا دي اعمل فيها ايه؟ الاريا دي زي ما انتم شايفين ده تريانجل البيز بتاعته مشتركة مع الباريوجرام فين؟ في السايد ده، والفيرتكس بتاعته على الاوبزيت سايد بتاع الباريوجرام، يبقى الاريا بتاعته هاف الاريا بتاعت الباريوجرام، يبقى ده كده نص الباريوجرام، يبقى الاثنين دول النص الثاني. طب وده قد ده، يبقى الاريا بتاعت ده كوارتر الاريا بتاعت مين؟ الباريوجرام. نكتب الكلام ده ازاي؟ نطلع بس الاريا دي الاول بره، نقول كده ان في الترينجل اللي هو اي دي اي اي دي اي ومين كمان؟ والباريوجرام اللي هو اي بي سي دي مالهم؟ هنكتب شرطين. Since ان الـ AD is a common base and الـ vertex E is on a straight line BC ماله بارلل للبيز اي دي. طالما الشرطين دول موجودين يبقى نقدر نقول زين الاريا اوف التريانجل اي دي اي هت ايكوالز هاف الاريا اوف الباريوجرام اللي هو اي بي سي دي اللي هت ايكوالز 1 هاف تايمز ال 32 تديني 16 سكويرد سنتيمتر. خلاص يبقى ده كده 16 سكويرد سنتيمتر، يبقى الاثنين دول الباقي، يبقى زين الاريا اوف تريانجل اللي هو اي بي اي بلس الاريا اوف التريانجل دي اي سي ايكوالز معانا 32 ماينس 16 اللي هي 16 سنتيمتر سكويرد. نثبت بقى دلوقتي ان هما الاثنين ليهم نفس الاريا. نقول كده ان في التو تريانجلز اللي هما اي بي اي ومين اللي هو دي اي سي، المره دي مش هنقول ان ليهم كومون بيز، هنقول كده سينس ان الـ EB ماله equals EC، يعني البيز ديت equals البيز ديت. ده كده بالظبط نفس معنى الكومون بيز. نكتب كده and their vertices lie on a straight line
اللي هو اي دي بارل لمين؟ للبي سي ستريت لاين اللي موجود عليه التو بيزز. طالما الشرطين دول موجودين يبقى زين الاريا اوف تريانجل اللي هو اي بي اي هت ايكوالز الاريا اوف التريانجل دي اي سي. خلي دي 1 ونخلي دي 2 فروم 1 و 2 يبقى زين الاريا اوف تريانجل اي بي اي هت ايكوالز 1 هاف تايمز ال 16 اللي هي 8 سكويرد سنتيمترز. يلا مع بعضنا نحل مساله التراي. بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر زي ما احنا شايفين الاكس واي زد تريانجل، وبيقول لي الواي بي ديت ايكوالز سي زد، وعندي ده بارلل ده. المطلوب عايزين نثبت ان الاريا بتاعت التريانجل ده ايكوالز الاريا بتاعت التريانجل ده. ها هل هما الاثنين موجودين بتوين تو بارلل ستريت لاينز ليهم كومن بيز؟ لا. هل هما الاثنين ليهم ايكوال بيزز سيبريت؟ لا برضو ده الاثنين منفصلين. يبقى لازم اجيب تريانجل وسيط يتساوى مع الاريا دي ويتساوى مع الاريا دي، ونقول فروم 1 و 2 ده ايكوالز ده. لو بصينا بعينينا نلاقي ان البيز ديت قد البيز ديت، والفيرتكس عندي هنا كومون ما بين التريانجل ده والتريانجل ده، يعني الهايت او الالتيتيود من الاي للزد واي هيكون واحد للتريانجل ده والتريانجل ده. يبقى التريانجل ده كده في الاريا هيتساوى مع التريانجل ده كده في الاريا. طيب ايه كمان؟ التريانجل الجرين ده والتريانجل البلو ده هما الاثنين ليهم كومون بيز اهي، والفيرتسيز بتاعتهم موجوده على ستريت لاين بارل لمين؟ للستريت لاين اللي عليه الكومون بيز. يبقى الاريا بتاع التريانجل ده ايكوالز ده، يبقى ده ايكوالز ده وده ايكوالز ده، يبقى التريانجل ده الاريا بتاعته قد التريانجل ده. يلا نكتب البروف. اول حاجه نحدد التو تريانجلز اللي هنتكلم عنهم. نقول كده ان في التو تريانجلز اللي هم ناخد ده كده اي سي زد، والتاني اللي هو اي سي اكس. مالهم الاثنين دول؟ سينس الاي سي is a common base. ايه كمان؟ and their vertices lay on a straight line اللي هو xz، ده برل اليمين للاي سي. طالما لقينا الشرطين دول يبقى زين الاريا اوف تريانجل اللي هو اي سي زد هت ايكوالز الاريا اوف التريانجل اي سي اكس. خلي ده كده 1. نحدد التو تريانجلز التانيين اللي هو اي واي بي واي سي زد. ان في التو تريانجلز اللي هم اي واي بي و اي زد سي او اي سي زد زي ما هو مكتوب هنا. مالهم دول؟ سينس المره دي بقى هقول البي واي ايكوالز مين؟ سي زد، اند زي هاف ا كومون فيرتكس اي. يبقى زين الاريا of triangle اللي هو AYB هت equals the area of the triangle ACZ. خلي كده 2. خلاص from 1 و 2 نقدر نكتب اللي هو عايزه. يبقى from 1 و 2 يبقى then the area of the triangle AYB هت equals the area of triangle AXC. يلا نشوف corollary 2، وانا بعتبر الكورولاري دي مهمه جدا. بيقول لي the median of a triangle divides its surface
into two triangular surfaces equal in area. الميديان اللي هو ايه؟ اللي هو اللاين سيجمنت اللي كان بيكونكت الفيرتكس مع الميد بوينت بتاعت البيز اللي هو الاي دي. ده كده ميديان. ده بيقسم التريانجل الكبير لتو تريانجلز الاثنين ليهم نفس الاريا، لان انا عندي البيز ديت زي البيز ديت. يبقى انا على طول في المسائل وانا بثبت لو لقيت ميديان هقول سنس ان الاي دي از ا ميديان، يبقى زين على طول الاي بي دي الاريا بتاعته زي الاريا بتاعت الاي دي سي. ناخد بالنا مش لازم اثبت ان ده ميديان، يعني مش لازم اقول سنس ان الاي دي از ا لاين سيجمنت كونكتس الفيرتكس اي with the midpoint of BC then AD is a median. لا مش لازم اقول كده. انا بقول لك اثبت ان هو ميديان. لا انا بقول لك اثبت ان الاريا هنا equals الاريا هنا. فلو قلت على طول since ان ال AD is a median then الاريا بتاع الترينجل ده equals الاريا بتاع الترينجل ده، يبقى انا كده صح. طيب يلا نشوف example 3. يقولي in the opposite figure مديني ال XY parallel BC with D midpoint. طالما بقى جاب لي midpoint يجي في دماغي على طول الميديان. يعني لو بصيت للتريانجل اي بي سي الدي ده ميديان، يبقى التريانجل ده الاريا بتاعته قد التريانجل ده. المطلوب بيقول لي بروف ان الاريا اوف تريانجل اي اكس دي، اي اكس دي كل ده ماله بتيكوالز الاريا بتاعت التريانجل اي سي واي. احنا شفنا ان الاريا هنا قد الاريا هنا، والتريانجل ده والتريانجل ده الاثنين ايه ليهم ايكوال بيزز، والفيرتيسيز على ستريت لاين بارل للمين للبيزز ديت. يبقى خلاص يبقى الاريا دي ايكوالز برضو الاريا دي. هنخلي ده 1 ونخلي ده 2 ونعمل ادنج للاريا دي مع الاريا دي والاريا دي مع الاريا دي، يديني المطلوب ده. يلا نشوف هنكتب البروف ازاي. هنقول كده ان في الترينجل اللي هو اي بي سي، اي بي سي هقول سنس ان الاي دي از ا ميديان، يبقى زين على طول الاريا of triangle ABD هت equals الاريا of triangle اللي هو ACD، ونخلي ده كده 1. وبالنسبة للتو triangles دول نكتب اسمهم وان في التو triangles اللي هم XDB وواي سي دي. مالهم دول؟ سينس ان البي دي هت ايكوالز معانا السي دي. ايه كمان؟ زير فيرتسيز لي اون ستريت لاين اللي هو اكس واي بارل لليمين للبي سي، يبقى زين الاريا للتريانجل اكس دي بي هت ايكوالز معانا الاريا للتريانجل واي سي دي. خلي دي 2. هنعمل ادنج للاريا دي مع الاريا دي والاريا دي مع الاريا دي، يبقى نقول كده ادنج equation 1 and equation 2. يبقى زين الاريا of triangle ABD plus الاريا بتاع triangle XDB الاريا of triangle XDB الكلام ده هيequals الاريا بتاع triangle ACD بلس الاريا بتاع التريانجل واي سي دي. يبقى نقدر نقول زين الاريا اوف التريانجل اي اكس دي هت ايكوالز الاريا اوف تريانجل اي سي واي. يلا نشوف مساله التراي. بيقول لي اي بي سي دي باريوجرام. بيقول لي الاف دي بتبلونجز للاي دي، وبيقول لي الاي ميد بوينت. طالما ذكر ميد بوينت يجي في دماغي على طول ان في ميديان في الرسمه. بالفعل
ترينجل اللي هو سي اف بي الاف اي يعتبر ميديان لي، يبقى الترينجل ده الاريا بتاعته ايكوالز للترينجل ده. هو هنا بيقول لي بروف ان الاريا بتاعت الترينجل بي اي اف ايكوالز كوارتر الاريا بتاعت البريو جرام كله. طبعا سهله ليه؟ لان الترينجل اف بي سي ده كده لوحده الاريا بتاعته نص البريو جرام، وانا عندي الترينجل ده الاريا بتاعته نص الترينجل ده، يبقى الترينجل ده كوارتر البريو جرام. نكتب الكلام ده ازاي؟ نقول كده ان في الشكلين اللي هم مين؟ الترينجل والبريو جرام. في الترينجل اف بي سي اند البريو جرام اللي هو اي بي سي دي، مالهم؟ سينس ان البي سي كومون بيز، ايه كمان؟ اند الفيرتكس اف is on AD straight line اللي هو parallel لمين؟ لل BC straight line. يبقى نقدر نقول then the area of the triangle FBC هت equals one half the area of the parallelogram ABCD. نخلي دي كده 1. وفي الترينجل اللي هو اف بي سي وان الترينجل اللي هو اف بي سي ماله؟ سينس اف اي از ا ميديان، اف اي از ا ميديان، يبقى زين الاريا اوف الترينجل اللي هو بي اي اف هت ايكوالز هاف الاريا اوف الترينجل اللي هو اف بي سي، ده كده 2. هنشيل الاريا بتاعت الترينجل اف بي سي ونعوض مكانها بهاف الاريا بتاعت البريو جرام اي بي سي دي، يبقى substitute from 1 in 2 من equation 1 in 2 يبقى then الاريا of triangle بي اي اف هت equals one half اللي هو موجود اصلا هيبقى times ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ده one half the area of program A B C D. يبقى نقدر نقول then the area of triangle B E F equals a quarter the area of program A B C D proved. كده خلصنا المسألة. يلا نشوف corollary 3. بتقول لي triangles with congruent bases on one straight line and have a common vertex are equal in area. يعني عندي triangle ده والtriangle ده congruent bases يعني equal bases، واللينس بتاع البيز اي بي equals اللينس بتاع البيز دي سي، وهما الاثنين ليهم common vertex، يبقى على طول الاريا بتاع ده equals الاريا بتاع ده، لان الالتيتيود بتاعهم هما الاثنين واحد. ولو انتوا خدتوا بالكوا احنا حلين من شويه مساله تروي حللها بالايه؟ بالكورولر دي. طيب ناخد بالنا برضو الشكل اللي قدامنا ده البي دي نص الاي سي، يعني الاي سي ديت قد ديت مرتين. طالما البيز قد البيز مرتين وهما الاثنين الترينجل ده والترينجل ده ليهم نفس الفيرتكس، معنى كده ان الاريا هنا قد الاريا هنا مرتين، او العكس الاريا هنا هتبقى نص الاريا هنا. يلا نشوف اكزامبل 4. يقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر الاكس اي بارل البي دي والسي بتبلونجز للاكس اي والواي بتبلونجز برضه للاكس اي، بحيث ان الجزء ده كده قد الجزء ده كده. بيقول لي بروف ان الاريا بتاعت الترينجل اي بي سي بتيكوالز الاريا بتاعت الترينجل اي دي اي. مساله تعتبر جمع ما بين كورولاري 2 و 3. ازاي؟ الترينجل ده والترينجل ده الاثنين ليهم ايكوال بيزز والفيرتسيز بتاعتهم على ستريت لاين بارل الستريت لاين ده، والتريانجل ده والتريانجل ده الاثنين ليهم ايكوال بيزز وليهم ايه؟ كومون فيرتكس، يبقى برضو الاريا هنا ايكوالز الاريا هنا.
هنقادي الاريا دي على الاريا دي ونقادي الاريا دي على الاريا دي يطلع المطلوب. يبقى نقول كده اول حاجه نحدد التو تراينجلز ان تو تراينجلز اللي هم ACX ACX ومين وAYE مالهم دول؟ نقول كده سينس ان CX equals YE and they have a common vertex A. يبقى then the area of triangle هو ACX but equals the area of a triangle AYE ونخلي دي كده 1. ايه تاني؟ نحدد التو تراينجلز التانيين ان تو تراينجلز اللي هم CXB وYED مالهم؟ سينس ان CX equals YE. ايه كمان؟ and their vertices lay on a straight line BD اللي هو parallel لمين؟ للXE. يبقى زين على طول الاريا للترينجل اللي هو XCB او CXB هت equals الاريا of a triangle YED كده 2. adding equation 1 and equation 2 adding equation 1 and equation 2 يبقى then the area of triangle ACX plus the area of triangle CXB هت equals the area of triangle AYE plus the area of triangle YED. الاثنين دول اللي هم triangle ABC والاثنين دول اللي هم triangle ADE. يبقى then the area of triangle ABC equals the area of triangle ADE. Proved. يلا نشوف مسألة التراي. بيقول لي ABC ده تريانجل in which مديني ال D بتبلونجس للاين سيجمنت AC وكذلك ال E بتبلونجس لنفس اللاين سيجمنت بحيث ان ال AD equals AC. يعني التو تريانجلز دول ده كده وده كده مالهم الاتنين دول؟ ليهم بيز قد البيز وليهم كومون فيرتكس يبقى الاريا بتاع ده قد الاريا بتاع ده. بيقول لي بروف ذات ان الاريا بتاع التريانجل A B E كل ده بت equals الاريا بتاع التريانجل C B D. ها نعمل ايه؟ واضحة قوي. هنقاد الاريا دي اللي هي اللي في النص على التريانجل ده وعلى التريانجل ده. في الحالة دي هنلاقي ان التريانجل A B E هي equals التريانجل C B D. هسيبكم تكتبوا الحل بتاعها لان انا اعتبر وضحت الايه الخطوات. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية ليسون 3. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيق لكم ان شاء الله.